إذن مشاهدينا الأفاضل، صور مؤسفة شاهدناها الثلاثاء في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. ظاهرة العنف عادت لتضرب مجددا في ملاعبنا، يعني ولا أحد كان يتصور أن يحدث ما حدث في ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة. بمناسبة المباراة المتأخرة نشاهد الصور مع زميل حمزة سلمي، المباراة المتأخرة تسوية الرزنامة التي جمعت النادي الرياضي القسنطيني واتحاد العاصمة، ولا أحد كان يتصور أن تنفلت الأوضاع نظرا يعني للعلاقة الجد متميزة بين أنصار الناديين النادي الرياضي القسنطيني وكذلك نادي اتحاد العاصمة. لكن بغض النظر عن نتيجة المباراة التي انتهت بتعادل هدف في كل شبكة، كاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه، يعني تخوفات كبيرة وكبيرة على سلامة وأرواح المناصرين من الجانبين، سواء الفرق التي تستقبل وكذلك الفرق الزائرة أمين أقصاص. ظاهرة العنف تتواصل في الملاعب الجزائرية. هذه الصور المؤسفة ليست يعني جديدة هذا الموسم في البطولة المحلية، وإنما شاهدنا صور مماثلة منذ انطلاق الموسم، سواء في الوسط الجزائرية، في الغرب، في الشرق، في مباريات البطولة، في مباريات الكأس، إلى متى تتوصل هذه الظاهرة المقيتة؟ والله رضوان، شوف، صور مؤسفة، صور مؤسفة للجزائر كبلد ماشي كبطولة وطنية. اليوم هاد الصور كاين ناس تبروفيتي من هاد الصور ويديروهم في نشرات في بلدان مجاورة ولا بلدان أخرى في أوروبا، ولا ظن باللي سي فري يقدروا يصراو دي زاكسيدون. هكذا شفنا بالك في بطولة أوروبية ماشي في لونجلتير ولا سيرا ديال العفايس، ما يصراوش. كاين بطولات هكذايا، بطولات متوسطه تقدر. مي حنا في الاونه الاخيره انا نقول باللي شيء مؤسف، حقيقه شيء مؤسف. اليوم نورمالمون شفنا لقاء اتحاد العاصمه ضد شباب قسنطينه، شفنا لقاء ممتاز سيتو من ناحيه تاع الفريق تاع شباب قسنطينه، ادى مقابله كبيره، ضيع عده فرص في هذه المقابله. اتحاد العاصمه ادى مقابله مقبوله، عد النتيجه في الدقيقه 92. نقول باللي مي شباب قسنطينه يستاهل، ما نخبيش عليك، الفوز في هذا اللقاء، باسكو قدم مقابله كبيره وضيع عده فرص. كانت تكون النتيجه 3-0 ولا 2-0، مي مالوروزمون هذه كره قدم، عندما تضيع الاهداف تتسجل عليك اهداف كما داروا اتحاد العاصمه. نقولوا بالعنف، انا نقول لك رضوان، والله شوف، احنا درنا نداءات وتكلمنا. انا بالنسبه لي رايي الشخصي، يبقى رايي الشخصي، انا نقول باللي في دار ليا ضعيفه ولا ليك ضعاف، باسكو نهار ما كاين قوانين، نهار ما تطبقش قوانين، ها هو شي صرا. شو ما تقول لي ني اكس ني ايكراي خويا، ما تطبقش قوانين، ها هو شي صرا. علاش تكسر ستاد؟ علاه؟ وعلاش تكسر شوف هذا الملعب؟ الدولة الجزائرية، شوف، نذكرك فقط انه الدولة الجزائرية الغلاف المالي تاع هذا الملعب قبل الشان، لانه تمت تهيئة ملعب شهيد حملاوي قبل الشان 600 مليار سنتيم الغلاف المالي. حنايا احنا هنا في البلاطو ديالنا، علي بالك قديم علينا، عنده قريب 10 سنوات هو في الهداف، ماشي مادا بينا نشوفوا احنا الشامبيون ديالنا شامبيون نيفو طالع، وكونترير نهضروا نقولوا ديروا لي سون دو فورماسيون، لي سون دونترينمون، لي زيكيب، لي جوار، باش يكونوا في احسن ظروف. غدوة ان سيبورتور دير له ستات شباب يدخل اليز، ما يتضاربش كيما نقولوا زعما تشوف ستات الفاء بولوغين، هادو وكونترير نهضروا بور لو بيان تاع لو بوبل الجيريان، وخوفا على سلامه المناصرين. بيان سور انا ما دابا نلعب في ستات كبير، تكون عندي دخله اليز، علاش هذا التكسار؟ علاش يا اخي؟ نظن نتكلم انا كرسي، واش دار لك كرسي؟ انت كي تكسر كرسي، تلفت كرسي وترمي، واش دار لك الكرسي؟ اسكو عندك انت حاجه مع كرسي؟ ميم غدو ان شاء الله ليكيب تاعك. اليوم شفنا شباب قسنطينه في مركز ثاني، يقدم في موسم كبير. اتحاد العاصمه الانصار ديالهم بورام اليكسيريور كانوا مع بالي شحال، بواحد 500 ولا 1000 سيبورتور، ماشي هما بالا باش، ماشي هما بالك اللي بداو هاد الامورات هادو. هما علاش دير هاد الامور؟ اليوم كاينه حاجه رضوان، دوك الفيدراليه ولا حبت تكون قويه وحبت تسقم كره القدم في الجزائر، تجيب قرارات رضعية. اسمع، قرارات رضعية خويا غلطوا هادوما. انا يا اخي قلتها انايا ونزيد نعاودها، والعام الجاي ولا كنا نزيد نعاودها، انا نضربهم دي ماتشا ويكلوا. ما تجيش تجي للسطاد، كي تولي عاقل نولي نرجعك للسطاد. هذا هو المشكل حنا في الجزائر. نولي لك امين اقصاص علي بن شيخ، منذ بداية الموسم وانت تتحدث عن ظاهرة العنف في الملاعب، تحدث على كل يعني ما حدث هذا الموسم وفي مختلف الملاعب، في الوسط، في الشرق، في رابطة الهوات، في الرابطة المحترفة الأولى، في بطولة الدوري يعني الدوري، كذلك الكأس، لا حياة لمن دون ذي. واش تحب نقول لك؟ اليوم أنا ما عندي ما نقول لك. اليوم أنا تكلمت وتكلمت وتكلمت حتى عييت. اليوم ما عندي ما نقول لك على هذه الصور، هما اليوم يهضروا مع روحهم. شوف، أنا ما عندي ما نقول لك هذه. احنا
نتكلم على روحي انا جي بريمي ريسبونسابيلتي جي دينونسي مليون فوا هذا الشيء صافي دي زاني وانا نقول ماشي عام ولا دي زاني وانا نقول ولكن اجراءات دونك شوف ولاو يحرقوا ولا يشعلوا النار واللي غدوه يولي ما يعرفوش يديروا غير غدوه هكذا هذا هو كي تخلي الحبيله تكون صغيره كي تخليها تكبر اه واش تحب نقول لك كيفاش تقدر يعني توصل الامور لحد يعني تنفلت لهذا الحد يعني انفلات خطير على ابن شيخ احنا شفنا يعني نادي الرياضي القسنطيني وانت كنت من الاوائل في بدايه هذا الموسم للحديث على هذا الفريق وطريقه اللعب تاعو وكنت اثنيت عليه مطولا وقلت باللي نادي الرياضي القسنطيني جاي منه هذا الموسم نتذكر في هذا البلاطو في بدايه الموسم مع قدوم عمراني وراح حدثت على النادي الرياضي القسنطيني طريقه اللعب وحتى الجمهور القسنطيني في المدرجات طيله الموسم يصنع اجواء رائعه شوف شوف كيفاش يلحق حتى تنفلت الامور شوف شعلوا النار انا ممكن اني غلطه هنا كي ديجا كي كانوا رابحين 0 ديجا يا اون رياكسيون دخلوا وكذا وعاودوا ولاو من بعد ولا 1 وانت مازالك دوزيام ولا دير هادشي هذا فهمني علاش لي يلحق واحد يشعل النار صافي دير كوا صافي دير انت تي بونس كو سي ان جيست دو سيبورتور شوف نا كاين انا جو بونس كو كاين ناس اللي راهم يخمو لهادشي هذا سكوادين شكرو با انا ولكن انا قلت لك بلا ما تحوس تهضرني ولا انا تكلمت بالبزاف وما كاين حتى رياكسيون دي بتيت رياكسيون خفاف انا واش نعرف في حياتي واش تعلمت لورسكو امور تكون في اي حاجه يكثر فيها شيء لازم تكون اون رياكسيون اللي ماشي العالم بور نو با لي بلو لوا مي لالجيري كاع ولا المغرب العربي يتحير pour la décision il devrait être prendre tout le monde ما كاش انا ما كاين والو شوفوا ما كاين والو هكذا هكذا enfin